حذر وزير الخارجية السعودي عادل جبير النظام الإيراني في طهران بأن عزلته والضغوط عليه ستزداد، وشدد على أن هناك إصرار بأن تغير إيران سياستها العدوانية. سياسة الإيران، النظام الإيراني يحددها النظام الإيراني، وعلى النظام الإيراني أن يدرك أن عزلة إيران ستزداد، وأن الضغوط على إيران ستزداد، وأن هناك إصرار على أن تغير إيران سياساتها العدوانية.